حياكم الله مشاهدينا ومستمعي راديو الآن وقناتنا على اليوتيوب. موعدنا شباب يطل عليكم كل يوم من الساعة 6:30 للساعة 8 بتوقيت السعودية. طبعاً معي أنا مها وباقي الشباب الحلوين اللي منورينا كل يوم. طبعاً المواضيع اللي نتناقش فيها هي مواضيع متنوعة منها الجمال والصحة والتكنولوجيا. اهلا وسهلا شباب. فطرتوا زين ولا ما فطرتوا؟ شكلكم مو فاطرين اليوم. شكلكم مو فاطرين. لا فاطرين. اداء راقي وعالي المستوى. برافو عليكي. حلاوه دي. انبهرنا بالاداء فصفنا. لا لا عادي خذوا راحتكم ما في مشكله. مشاهدينا عايزين نفكركم دايما كل يوم بيكون عندنا سؤال الحلقه، والنهارده سؤال الحلقه هو السكن المشترك. ايه اخباره وايه المواقف اللي حصلت لكم في الشيرنج؟ وبيبقى ليه اسامي كتير يعني. سواء انا قلت شيرنج. قلت شيرنج. وقفالي على السكن بشكل عام ولا بس الجامعي؟ الجامعي. ممكن يعني نخليه بشكل عام. صح بشكل عام. في ناس كتير في خصوصا في الامارات بيكونوا عايزين يعيشوا مع بعض. فافتكروا انه عندنا ارقام الحلقه موجوده او ارقام القناه بتاعتنا، ممكن تكلمونا وتشاركونا عليها، تظهر لكم على الشاشه. وزي ما قالت مها تقدروا تسمعونا لايف دلوقتي على الراديو، تشوفونا لايف على يوتيوب. وعندك مواضيع كتير النهارده، في شط حركات اليوم كده. مواضيعنا صراحه متنوعه واهمها المواضيع الصحيه اللي ابدا فيها. هي اشهر المشروبات في الدول العربيه لكذا دوله يعني في رمضان. طبعا اول شيء معروف انواع المشروبات في رمضان التقليديه تختلف من بلد الى اخر. اول شيء ممكن نقول التمر الهندي والخروب. التمر الهندي والخروب معروفين في مشروب مشهور في السودان. اما في عندنا بعد الجلاب. الجلاب معروف بلبنان، من العصائر المعروفه بلبنان. والخشاف والكركديه هذا عندكم يا محمد صح بمصر. الحلو المر ايضا معروف في السودان. كذلك عندنا السوبيا اللي هي معروفة في الحجاز. الحجاز اللي هو يعني جدة ومكة والمدينة المنورة. السوبيا هذه زي ما احنا شايفينها شيء مرة تقليدي، معروف أكثر شيء في رمضان. هي ليه طلع لونها أحمر؟ هي كذا لأنها تحتوي من يحطون عليها زي ملونات، يعني هي عصير من هالهيل، يستخدمون الحليب. أصل السوبيا عندنا في مصر لونها أبيض. احنا عندنا نستخدم فيه الوان منكهات والوان. اسمها صوبيا. صوبيا. احنا صوبيا عنا الدفايه. صوبيا عندكم هذا اختلاف يا جماعه ثقافات. يعني اختلاف ثقافات بالضبط. وفي بعد لا ننسى بالكويت، في معروف عندهم بالكويت البيذان اللي هو اللوز مع الماء والسكر، مشروب مره مشهور بالكويت. فهذه كانت فقرة العصائر المشهورة. طبعا اكيد في بلدان كثيرة عندهم انواع عصائر. هي دي المشروبات اللي بتظهر في البلاد الكويت بس في رمضان. برمضان نفس أكثرها برمضان. اكثرها برمضان. انا استغرب ان اكو مشروبات انه صح بس برمضان تطلع. يعني انا نفسي اشرب قمر الدين عادي في اي وقت تاني. ليه بس؟ طب عارف او عارفين ايه هو قمر الدين اصلا؟ هو أمر الدين هو ما اعرف، بس انه هذا يعملون منه عصير وشيء جامد. هو اصلا مشمش. اوكي. بس هو في رمضان بيبقى اسمه قمر الدين. ما بعرف يعني، لكن هو مشمش عادي جدا. ما حبيته ابدا القمر الدين. لا ولا الجلاب. لا الجلاب بعشقه. والمشروب بتاع الكويت ده انا سمعت عليه مره. البيدان مره معروف. وعجبني اسمه بتاع السودان، حلو ومر. حلو ومر. هو فعلا حلو ومر يعني. انا ما ادري صراحه ما قد جربت. هي اللي هي سويت اند ساور. صح كده. سويت اند ساور. شو مشروب سويت اند ساور يعني؟ ما لا حلوه المشروبات دي بتظهرش غير في رمضان، انا مش عارف ليه بس نتمنى انه مطاعم. صحيح. موضوعنا الثاني اليوم راح اتكلم عن المأكولات اللي تعطينا او اللي تقدر تحافظ على الطاقه في جسمنا. في اكلات كثيره منها مثلا الملفوف. الالياف اللي موجوده في الملفوف تعطي الطاقه والحيويه للجسم خصوصا في رمضان. ثاني شيء الزنجبيل. الزنجبيل معروف انه يساعد في حرق الدهون فيحولها من مصدر للطاقه، يحولها الى مصدر للطاقه. بالاضافه الى الموز. الموز طبعا معروف انه يحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم، فهو مفيد ايضا لصحه الجسم ويعطي يمد الجسم بالطاقه. غير كذا في السبانخ. السبانخ معروف انه هو يحافظ على، هو غذاء صحي ويحتوي على المعادن، منها اهم شيء طبعا الحديد. معروف ان في السبانخ بالحديد، فيتامين الحديد صراحه. فعليكم فيه يعني، عليكم بهذه الاكلات. المشكله اني ما بحب نص الشغلات اللي قلتيها.
الاكل الصحي. ما تحبين انا السبانخ؟ لا يمكن، مستحيل. طب غط لسه كان عندنا خناقه برضو انا وهي قبل ما احنا بنفطر على الملوخيه الورق والملوخيه المصري. سمعتها الملوخيه الورق ما هي شكل السبانخ بالضبط؟ لا على فكره السبانخ ينعمل زي احس انه زي الملوخيه. طعم السبانخ وريحه السبانخ غير الملوخيه يا جماعه. السبانخ مليانه حديد. خصوصي ماما كانت دائما تتفرج على باباي زمان. ايوه وكانت تقول لنا انه بتصيري مثل باباي اذا اكلت السبانخ. وانت بتبقي عايزه تبقي زي الزيتونه. وبعدين لانه هي ملوخيه وطلعت انه هي ما ملوخيه، طعمها غير. الواحد بيفرق بين الملوخيه والسبانخ، طعم السبانخ شوي اقوى من الملوخيه، والملوخيه اصلا ورق. هي كلها اشياء نباتات ورقيه. ايوه بس الشوربه الملوخيه انت اكلتيها مصري؟ اكلتها وما عجبتكيش؟ لا اكلتيها فين؟ لا انا بركز على الموضوع ده فين بالظبط؟ انا عايز اعرف الحته عشان انا هدوقها لك وهتعجبك انا متاكد. اللي هتعمل اللي انت قلتي عليها دي مفروض ان هي بتعزز الجسم بالنشاط والحيويه والطاقه والحاجات دي خصوصا في رمضان، لان الانسان او الجسم يكون ناقصه فيتامينز كثيره، فيحتاج انه هو ياكل هذه الاشياء عشان تمد بالطاقه. الفكره كلها انه احنا بنقعد نفتكر او نفكر نفسنا ونفكر مشاهدين بالاطعمه دي مهم ازاي ناكلها في رمضان والكلام ده كله، بس الواحد برضو ما بيتبعش النصايح والاجهاد والشغل والحاجات دي، بس لحد كبير يعني حاولوا تتبعوا الحاجات دي كلها عشان في الاخر الصحه هي اللي مكمله معانا، هي اللي محتاجينها طول بقيه العمر. بالظبط. عندك اسالكم سؤال. اسال. كيف تتحكم بعض المطاعم في نوع الاكل اللي انتم ممكن تاكلونه من خلال الموسيقى؟ ها ها مين ده؟ يعني في بعض المطاعم يختارون نوع الميوزك اللي يحطونها عشان على اساسها انت تطلب الطلب اللي المفروض هم يبغونك، يعني هم يتحكم بالضبط، هم يتحكمون في الدماغ عندك. يعني مثلا الموسيقى الصاخبه او الاشياء السريعه والعاليه تخليك تطلب لا اراديا الماكولات السريعه مثل البرجر والبيتزا والبطاطا المقليه وكل الاشياء الغير مفيده. اما الموسيقى الهاديه فتخليك دائما اشياء صحيه. ليش؟ لانه هي تساعدك في الاسترخاء، فانت تطلب بالتالي اشياء تخليك شوي ونيت باب الحاره بتخليني اطلب شامل مثلا مثلا يعني. بس هو مش بس المطاعم اللي بتتبع الاسلوب ده، يعني الملابس او محلات الملابس بتحط ميوزك معينه او موسيقى معينه عشان انت تخش جوه تخرجش تشتري. كلها اساليب طبعا بتعتمد بشكل كبير على حتى السوبر ماركت ساعات يحطون ميوزك معينه يقولون، يعني انه حسب الدراسه انه هذا الشيء حسب مثلا السوبر ماركت او المحل اللي يبغى يبيعه يحطون الميوزك على هذا الاساس عشان يستقطبون ويلعبون في مخ الزبائن. حلوه حلوه هاي المعلومه، حلوه كثير. زي برضه اقول لك على معلومه مهمه للسوبر ماركت، لما تشتري الزبادي ما تشتريش الا في الاول. ليش؟ اشتري اللي في الاخر عشان اللي في الاول ده اللي الاكسبايري ديت بتاعته او انتهى الصلاحيه قربت تخلص، فهم حاطينه في الاول عشان تاخديه، فانت مد ايدك جوه هتلاقي اول مره بعرف. لا اول مره معانا معلومات مفيده جدا دايما. فعلا معلومات مفيده فعلا. لا لا هي معلومه جدا مفيده. اللبن الزبادي اصلا اول واحد المفروض اصلا يشوف التاريخ. ايوه بس كثير انت وانت كسولي مثلي اللي بس بتاخذه بالظبط. انا نفسك ما اشوف تاريخ عادي اخذ وحط. بالظبط. وخلي بالك بشكل كبير بيبقى في منتجات فوق ومنتجات تحت بتبعد عن عينك عشان هو كده الرف اللي في النص ده اغلى رف، يعني الناس لما بتتعامل او المنتجين بتوع المنتج لا لو انت عندك منتج معين وعايزه تبيعيه والسوبر ماركت عايز يبيع سعر الرف بسعر عالي، يعني بيختار بيبقى في النص ده عشان على مرمى البصر بتاع البني ادم طبعا. لكن فوق وتحت بتلاقي منتجات يعني ممكن تبقى انسان. هي نوع من انواع التسويق اللي طبعًا. كتير خدع بصريه مثل الاسعار اللي حطون 99 بالضبط. أيوة خدع بصريه حتى ما تشوفيها 100 او 1000. ايوه. وانتوا بتتفرجوا معانا دايما على موعدنا شباب، هتلاقونا ممكن ننطرق ننطرق الى مواضيع اخرى ومنها برضو بنستفيد ببعض المعلومات. كل واحد فينا بيبقى عايز يشير كل المعلومات. ما يشير ايه رايك؟ شفتي؟ وعندنا لسه المكسرات عايزه تقولي لنا عليها. لا المكسرات نفس سوري نسيت اذكرها مع الاكلات اللي تمدنا بالطاقه. المكسرات النيه مو المملحه. أوكي. طبعا المملحه معروف انه هي تحتوي على نسبه كبيره. خليك انت على كل شيء حلو وما نبغى. عندها نسبه كبيره من الملح فما تكون مفيده خصوصا للناس اللي عندهم ضغط وامراض القلب الى اخره. دي كانت فقره الصحه، ولسه عندنا كلام كتير على التكنولوجيا وابديتس. هحكي لكم على الايفون ايه الجديد عنده، وكمان هكلمكم عن
الجديد عنه ايفون ايه ام اكسايتد وكمان في هقول لكم على السويد ازاي حصل مشكله دلوقتي بسبب انه كتر الناس او كتر الناس اللي بقت تستخدم كروت اكتر من بتستخدم الفلوس بقت مشكله كبيره وهشرح لكم ازاي كمان هنتكلم على السفر والسياحه مين فيكو ابتدى يحط خطط للسفر ورايحين فين وجايين منين هنقول لكم على اماكن حلوه جدا تروحوها ولازم تحجزوا الايام دي عشان الاسعار هنطلع بريك ونرجع لكم تاني نتكلم في المواضيع دي كلها فيلا بينا ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية في حلقتنا اليوم وأذكركم سؤال الحلقة هو هل عندكم تجربة عن السكن المشترك وإيش هي السلبيات والإيجابيات تفاعلوا معنا وارسلوا لنا على الأرقام اللي موجودة على الشاشة فيلم الرهينة بتاع أحمد عز هو كان أكتر حاجة بتوري وفيلم محمد هنيدي برضو في همام في أمستردام كان بيوري السكن الشيرينج فيلم الرهينة كان جايب قد إيه مصريين كتير مثلا كانوا مغتربين عشان ظروف العمل وكده وكانوا عايشين في بيت واحد وإزاي كان كل واحد يوم بيشرح لأهله أو بيطمن أهله بطريقة غير حقيقية كوميدي بس إنه كوميدي كان ولا كان, كان كوميدي طبعا بس هي ظروف حقيقية الناس كتير في السكن الشيرينج أو الناس اللي هي بتكون ساكنة مع بعض في حتة سواء طلاب أو بيشتغلوا بيحصل بينهم مواقف كتير طبعا. وأنا عشت مواقف كتير بالضبط مسلسل مشهور فريندز كلش حلوة الفكرة ما تعني أنا كل ما أشوف هيك أقول يا ريت أنا عندي هاي الترابط بين الأصحاب إنه كلهم كل واحد بشقة بس تجمعهم هاي الحياة اليومية الحمد لله أنا هذه التجربة عشتها صراحة درست إيه عشت بسكن لمدة 4 سنين صراحة كانت من أجمل التجارب صح. اللي أنا مريت فيها لأن اللي في السكن كانوا كلهم من جنسيات مختلفة فإنه تتعاملين وتتعرفين على ثقافة الناس واللهجات طريقتهم وطريقتهم بلس إنه في يعني الأشياء الكوميدية اللي تصير في يعني تحس الحياة يعني تحس إنه الحياة دائما فيها أكشن لأنه كلهم نفس العمر بمكان واحد من أول ما تصحين لين ما تنامين وفي أكشن مستحيل يعني ما بس هي السكن الطلابي بتختلف شوية عن اللي هم مسافرين مثلا في بلد غربي معين مثلا وعايشين والشغل لان انا شفت بتاعت السكن الطلابي وعشت التجربه الثانيه كمان الدنيا بيضحكوا وبيحصل فيه مواقف بتضحك وموضوع الاكل اللي بيتاخد مثلا مكان اكل حد جعان ومش عارف والمقالب غير المقالب اللي تصير يعني دي في الطلبة حدث ولا حرج حدث ولا حرج انا كل صديقاتي بالسكن الجامعي الا اني وحدي عايشه بالبيت ويا اهلي فاشوف الاشياء اللي تصير وياهم ودائما احس انه انا اريد اجرب هاي التجربه أيوة فدا افكر حتى باخر سمستر الي قبل ما اتخرج انه بس اروح للسكن حتى بس اعيش التجربه لانها تجربه حلوه اجربها كلش حلوه مره صح تجربه بيكون فيها شويه تفاصيل حلوه يعني من التجارب اللي انتوا كمان عشتوها تقدروا تشاركونا زي ما مها قالت على ارقام التليفونات اللي هتلاقوها بتظهر على الشاشه وتتصلوا فينا كمان تقدروا تسمعونا اونلاين او سوري تسمعونا على الراديو وتشوفونا اونلاين على اليوتيوب عندنا فقرات متنوعه النهارده نحكي فيها السياح في السويد بيشتكوا من نظام الدفع بصوا هنا المشكله اللي كنا بنتكلم عليها من كام يوم على فكره انه كتير بقت خلاص الناس ما بتشيلش فلوس في جيبها عشان كله معاه كريدت كارد او ديبت كارد اللي بيقدر بيستخدم بيه كل التعاملات الشرائيه بتاعته والفلوس ما بقتش في جيبنا كتير هناك في السويد فعلا المكان هناك انتشر بشكل كبير انه حتى اتوبيس المواصلات لسه يعني ما تقدرش تدفع بفلوس تدفع بكارد السوبر ماركت صغير الكشاك اللي في الشارع المولات اي مكان هناك كارد والفكره كلها انه معظم اصحاب المحلات واصحاب الشركات والكلام ده بقى يفضلوا الموضوع ده لانه كله بقى يروح على النت ويخلص وهو تعاملاته كلها ما بيتعبش بقى ولا في تجميع فلوس ولا في عد فلوس والفكره دي كلها اتلغت وكمان اللي بوظ الموضوع ان كتير منهم ما بقاش يتقبل حتى الفلوس يعني ما بقاش يقول لك فما تيجي تدي له فلوس يقول لك لا لازم من مشاكلها بقى اللي ظهرت ان السياح انزعجوا من الموضوع ده يعني مثلا تلاقي اسبان فرنسيين تونسيين مصريين اي جنسيه مسافره متعودين لسه انه ما يكون معاهم كاش ومعهوش كارت او مش عايز يستخدم الكارت ويجي يشتري بالفلوس يقول له لا اسف ما يا تشتري بالكارت يا اما بلاش ده التطور بقى والمشاكل اللي هتبتدي شويه واحده نشوفها بالعكس بالعالم العربي يا تشتري بكاش يا اما لا يعني بالاماكن الشعبيه اكثر شيء مرات ما يكون عندهم كارد ماشين
يفضلون الكاش بعد بس هم المفروض يغيرون هذه خصوصا ان عندهم سياح يعني هم خلوا السياح انه يعني يستاؤون يبقى عندهم الاوبشن اتليست يعني. هي الفكره كلها انه انا يعني انا ما بحبش الفلوس كشخص ما بحب دايما يبقى كارت وخلاص لكن أيه. الفلوس أسهل. اه في دراسات اكتشفت يعني او بتقول انه ملبس الفلوس بيريح الواحد نفسيا أيه. يعني الكارت ما بيريحكش نفسيا الا الراحه النفسيه بس لما بتحط وتسمع صوت الفلوس وهي في المكنه نازله لك خلاص ده اللي بيشعرك شويه بالسعاده لكن الفكره كلها انه ملمس الفلوس ومعاك مبلغ مالي في جيبك اكيد بيديك راحه نفسيه ده اللي قالته بعض الدراسات مبلغ مالي يعني لو معاك في جيبك مثلا 2000 درهم تحسي كده صرت ما تحس بالامان صراحه خصوصي لشخصيتي المتبعثره يمين ويسار انا بضيع كثير صراحه وكثير بنسى ف هذا الكرت يعني ياما اصلا كرتي ياما نسيانته على فكره ما بعرف وين حطه فتخيل لو معي مبلغ معين بجيبتي بس مش بتحسوا ان ساعات الفلوس بتخليكي مش عارفه الحسبه كام يعني مثلا لما بتشتري بالكارت بيجي لك مسج على التليفون تعرفي حسابك فاضل فيه قد ايه وانت صرفتي قد ايه مع موضوع حسب شخصيتك برضو حسب شخصيتك انت كيف شخصيتك الشخصيه اللي بتحسب المصاري يمين ويسار ولا كيف بحب خلص بس اصلا يقولون الواحد من يكون عنده الكاش دائما يخلصه اسرع من إذا كان بكارت لأنه يحس إنه خلاص عنده مبلغ يريد يشتري أي شيء حتى يخلص أنا كذا أنا إذا كان عندي كاش يدي تحكني ما أقدر لازم أصرف على طول أتعب نفسيا يعني من المميزات كمان أو المواضيع المختلفة اللي بنجيبها ونتكلم معها معاكو عشان نعرف كل الأبديتس اللي بتحصل في العالم في الآيفون بيشتغل دلوقتي على فكرة إنه يبقى فيه زي جهاز صغير أو أبليكيشن بيتحط فيه وطالع منه زي مفتاح صغير كده وبتقدري من خلاله يكون ده مفتاح السيارة ومفتاح البيت ومفتاح كل حاجة خلاص يعني لحد ما عمالين يشتغلوا على حاجات كتير قوي أنا أكثر واحدة ضيعت مفتاح بيتي فعلا بس هل مفتاح سيارتي أنا بيتي هو مفتاح السيارة زمان لما كنت بتنسي جوه العربية تقفلي باب العربية دي كانت تبقى يعني أكثر حاجة بايخة وكانت العربية زمان لما بيحصل فيها كده ممكن كانت تبقى العربية دايرة وما تعرفيش تفتح بس دلوقتي الأوبشن ده تم تعديله يعني في عربيات كتير بس افتكر ان هي اوبشن حلو ان بصوا انتوا ثلاثه قلتوا دي فكره حلوه يعني فعشان كده هم شغالين عليها من الحاجات كمان اللي عايزين نتكلم معاكم فيها السفر والسياحه بقى ناس كتير قوي بتتاخر في تحديد وجهتها او هتعمل ايه في الصيف اي بيؤدي الى انه انت بشكل كبير كده بيبقى عليك مصاريف بزياده لما تيجي تحدد ممكن ما تلاقي مكان ويمكن ما تلاقيش مكان مش بس مصاريف مش بس ممكن ما تلاقي مكان الحجز خصوصا حتى حجز الطيران يعني كل ما تاخرت كل ما انت بالظبط راح يكون اغلى هقول لكم على معلومه برده حلوه جدا ممكن تستخدموها لو انت مش عارف هتسافر فين بس بشكل كبير مثلا محدد بلدين ثلاثه مثلا نقول ان انت راح ايطاليا ومحدد وقتك في اخر اغسطس احجز تذكره مفيش مشكلة بسرعة دلوقتي لأنه أنسب وقت قبل السفر بثلاث شهور ده بيكون سعر التذاكر حلو ولكن لو أنت حجزت التذكرة دي اعملها بأوبشن إن أنت ممكن تكنسلها حط فلوس بزيادة ممكن تكنسلها وبعد فترة لو أنت غيرت رأيك يبقى عندك الأوبشن ده أو لو لقيت سعر التذكرة أرخص لنفس المكان تغير. تقدر تكنسل وتشتري فالناس كتير بقت بتستنصح وده برافو عليهم ويعملوا الفكرة دي كلها إنه تحجز حاجة بس دلوقتي عشان ما تفوتكش حاجة او ما تجيش ساعة السفر قبلها باسبوعين صحابك مسافرين اهلك أيه. وتيجي مسافر تلاقي نفسك دفع مثلا دبل اللي هم هيدفعوه لما تيجي تشترك معهم في الرحلة فاحنا في انسب وقت الحجز ان شاء الله دلوقتي. اخوي مرته يكونوا عم يحضرونا هلا لانه هني حرام لسه ما طلعوا شهر عسل صاروا متجوزين شهر عسل لا 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 هنن جايين معنا على اسبانيا اوكي هنن بدهم يقضوا معنا وقت بس لا هن حيروحوا لحالهم عم يفكروا بايطاليا يعني انت قلت اخر اغسطس وايطاليا فالحديث كانه موجه لهم فان شاء الله يكونوا عم يسمعوا خالد انت بعرف ما في اشطر منك بهالشغلات بس يعني كمان فكرة انك تحجز بالاول وتلاقي شيء ارخص بعدين تكنسل وتروح عليه ان شاء الله يكونوا عم يسمعونا كمان من الحاجات المهمه تتاكد اكيد يعني من المكان اللي انت رايح له الجو هيبقى عامل فيه ازاي لانه لو انت بس عايش في منطقه الخليج محتاج تخرج للمكان الجو فيها يبقى حلو في اوقات كتير قوي بلدان اوروبيه بقت الحر فيها بيجي شديد فناس كتير بقت تسافر تحس بحر بشكل كبير ما تنبسطش من الاجواء فما تنبسطش في سفرياتها اختار يعني مثلا اكوادور من الاماكن اللي كنت لسه بقرا عليها النهارده روعه في ديسمبر ما تطرحش غير في ديسمبر ما بتروح انا بس من البلاد يعني لازم تتزار مليانه حاجات حلوه جدا لازم تتزار فبرضه تتاكد من المكان اللي انت رايحه الجو هيبقى عامل فيه ايه او الدنيا هتبقى عامله فيه ايه سفره
مسافرة. مظبوط. برضو بس أنا دائما أقول يعني للناس اللي يحبون يسافرون، هما طبعا معروف إن الواحد يتشيك على الجو وعلى الأشياء اللي ممكن تكون حتصير بهذا البلد اللي هو ده يروح له، ممكن فعاليات. يعني أكو ناس رايحين لروسيا مثلا على كأس العالم، فيعرفون الأجواء شلون حتكون. أبدا مو محمد، أبدا 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 مو محمد. لازم يشوفون إنه الجو شلون، حتى واحد يحضر نفسه. وطبعا مثل ما قلت إنه أتليست قبل مو 3 شهور، يعني شهرين أو شهر يحجز التذكرة، لأنه الأسعار طبعا تكون أرخص. ولا حتى 3 شهور و4، لأنه أوقات في بوقت الصيف عن جد الأسعار خيالية لدرجة إنه ممكن ما تتخيليها للأسعار. الأسعار بتبقى غالية طبعاً، وكله بيبقى عارف الناس مسافرة في الصيف، فعشان كده من دلوقتي هو مفروض كنا نحذر الناس أو نقول للناس وننصحهم من بدري شوية، عكس بس لسه يعني إحنا لسه في المكان الكويس. لسه في وقت. يمديهم. يعني عندك شهر 7، شهر 8، شهر أوائل 9 لحين عودة المدرسة تانية، خصوصاً في الأهالي والأقارب والأصدقاء وكل. أنتوا كمان قولوا لنا مسافرين فين أو هتعملوا إيه، وكلمونا على الأرقام اللي تظهر على الشاشة لو عايزين تتجاوبوا معنا في موضوع الحلقة النهاردة، وهو السكن الشيرينج، مواقف حصلت لكم فيه، إيه اللي كنتوا بتمروا بيه. موعدنا شباب مستمر معاكم لحد الساعة 8 بتوقيت السعودية، وإحنا هنرجع لكم بعد الفاصل. يلا بينا. ماشي، إحنا يعني هنطلع بعد هعملها معاكم تاني، فاستنونا. فيلا بينا. طيب يلا بينا. اوكي. رجعنا لكم مشاهدينا، وزي ما دايما بنفكركم ممكن تسمعونا على الراديو على الان اف ام، وكمان تقدروا تشوفونا لايف على اليوتيوب. عندنا مواضيع مختلفة، وطبعا معادنا اليومي في موعدنا شباب من الساعة 6:30 للساعة 8 بتوقيت السعودية، نتكلم في مواضيع مختلفة. ابتدينا في الصحة أو مع الصحة مع معها، هي بقت واخدة شخصية الدكتورة بشكل كبير. بالضبط، أنا الدكتورة يعني ما حد يكلمني، لازم المرة الجاية. وكمان اتكلمنا عن شوية مواضيع كده أنا اللي كنت جايبها وحابب أدردش معاكم فيها، زي السياح، السياح في السويد بيشتكوا من إيه، والآيفون إيه الجديد فيه. كمان عندنا مواضيع مختلفة بقى وغريبة مع شاهناز، وبعديها هنكون مع الترندنج مع ريم. بس شاهناز هنكمل على نفس السيستم، هي معلومات ممكن تنفع الكل أو أشياء ده نشوفها على السوشيال ميديا. أول خبر عندي هو أنه أكو دراسة أمريكية تقول أنه النساء خصيصاً إذا يعتمدون تناول الوجبات الصحية واللي تمدهم بالطاقة مثل الأشياء اللي تقولها مها، هذا حيقلل فرصة أنهم يفقدون السمع مع تقدمهم بالسن. يعني معروف أن الإنسان بالتقدم بالسن يبدي عنده الأمراض تزيد، مثلاً السمع يبدي يقل. فهاي الدراسة تقول إنه للنساء خصيصاً إذا تابعوا على الأكل الصحي واللي يفيد جسمهم وصحتهم رح يقللون من فرصة إصابتهم بعدم السمع أو السمع الضعيف. طبعاً والنظر وهواية الحواس، يعني الواحد مع تقدم العمر يبدي يفقدها. الموضوع الثاني هو إن إحنا نعرف إنه إحنا حالياً بعام زايد 2018. فأعلنت حكومة دبي أنه أكو تكاسي مخصصة لأصحاب الهمم مثل ما سماهم سمو الشيخ محمد بن راشد. فبهاي بخلال هاي السنة، بخلال عام زايد، حتكون كل رحلاتهم مجانية. فحيكون أكو تكاسي مخصصة بس لهم، وبيها الأشياء والمؤهلات اللي تساعدهم حتى تكون رحلتهم سهلة وما يحسون بالتعب، بالإضافة إلى أنها حتكون مجانية. فهذا شيء كلش حلو. طبعاً إحنا متعودين على هاي الأشياء. بالضبط، أنا كنت بقول إنه مو غريب علينا إنه أكو هيك أشياء. الشيء الأخ هو الفضاء. أكو هواية ناس يحبون الفضاء وعندهم أوبسيشن بهذا الموضوع، يعني يجيبون كتب وحتى تشوفون غرفهم إنه هيك كلها ستارز وأشياء. فالخبر اللي طلع من شركة فيرجن إنه حيتصير الرحلات السياحية إلى الفضاء كلش قريبة، يعني بعد أشهر مو بعد سنين حتى. والناس من هسه بدأوا يشترون تذاكرهم، يعني أكثر من 700 شخص مشتري تذكرة حتى يسافر للفضاء. طبعا تكلفة التذكرة الوحدة 250,000 دولار بس. فأكثر من 700 شخص مشتري تذكرة من هسه، فتخيلوا جد الناس يعني صدق يهمهم الموضوع، مع أنه هاي الرحلة يعني اللي أنا قريتها أنه بس حيطلعون هم برا الكرة الأرضية، بس دقائق إنه يشوف الكرة الأرضية من بعيد ويشوف. حيقدر يطلع بثواني مثلاً؟ لا طبعاً، لا لا، هم حيسوي لهم تدريب قبل الرحلات طبعاً، بس من يطلع ما أعرف إيش قد حيستغرق الوقت إنه هو يوصل برا.
بس من يوصل ويقدر يشوف الكره الارضيه ما راح يطول، يعني دقائق معدوده وخلص. اتوقع انه بيصورها سناب ولا انستغرام ويرجع يحط اللوكيشن اللي هو بالفضاء. بس انت بتقولي بس على فكره، يعني لمعلوماتك من سنه مثلا انا لسه شايف اعلان سنه 1950 في الجورنان بتاع مصر الاهرام جورنان. ماشي انتوا مش بتطلع مصري ولا ايه؟ في نيوز بيبر الجورنال الجريده. اوكي انت بتقول ايه؟ جريدة. طبعا احنا بنقول جورنان. جورنان زي جون. عجب جون. سبتي الخبر مهم ومسكتي بس لان الكلمه يعني من زمان من كلمه جورنال. اوكي المهم يعني ان كنت تطلعي رحله الى فرنسا ب 50 جنيه يا راجل. دي كانت ساعتها هم كمان كانوا بيقولوا 50 جنيه دي غاليه جدا. بص 50 جنيه دلوقتي يعني قبل كانوا انه اللي هي قالتها يعني شوي. لا انا اقصد ان 250 الف درهم عقبال ما احنا نوصل مثلا بعد 20 سنه. طب بليز رحلتين حقي وحق الكلام لك. وانت تقول شوي. انا بقول لك انه بعد شويه هتصير ده سعر اصلا ما فيش مشكله. لا انا اتخيل انه السعر وصل لهذا المبلغ لانه الاكويبمنت او الاشياء اللي يستعملوها طبعا حتى الواحد يسافر كلش غاليه. فطبيعي انه السعر هيك يوصل. بس يمكن ما استغربت لانه حيظلون بس 5 دقائق او اقل انه هو برا اثبات وجود خارج الكره الارضيه وينزل. انا ما اعتقدش في مكان هيقعدوا فيه هناك. يعني ما فيش حته انه ما حيقعدوا حيطيروا اتليست ياخذوا اللفه ويرجعوا. بس مش بس الشركه اللي ذكرت اسمها اللي هي فيجن بتاعت ريتشارد برانسون الوحيد اللي شغال على الموضوع ده، كمان ايلون ماسك شغال على الفكره دي بشكل كبير، عايز عشان شركته سبيس. وفي كذا شركه دلوقتي بيشتغل على الموضوع ده، وانا عارف بشكل كبير بسبب انه في اخبار كتير قوي بتقريها في كل المواقع دلوقتي انه سواء بقى اكتشفوا في إليان ولا لا، مخلوق فضائي ولا لا، في حياه في قاره تانية ايه، في كوكب تاني. شو قصدك اليوم؟ مش فاتر كويس. مش عارف اركز منك. مش فاتر كويس النهارده. نعم مش فاتر كويس. اكلت الملوخيه الورق شكله ركز هيك اثرت على الخلايا الدماغيه. الملوخيه بشكل كبير بتخلي الواحد مش مركز، بالذات الملوخيه المصري. وعندنا كمان الفكره بتاعت انه هل هيبقى في حياه تانية في او مش حياة تانية، هنقدر نعيش على كوكب تاني ولا لا. يعني انا متحمس جدا للفكرة دي، واول ما بتلاقي خبر زي ده ناس كتير عايزة تهرب من الكوكب وتروح تعيش في كوكب تاني. بس اذا كلنا هنهرب مع بعض شو استفادنا؟ نفس الناس اخذناهم كوكب ثاني. لا ما انت بقى تنقي اصحابك وترى. تغيير. انت تعالى معايا، انت تعالي معايا، انت لا. او كل واحد ياخذ له كوكب واحدة. واحنا لا ترى كواكب مو مرة كثير. طيب احنا كنا مع شوية اخبار غريبة، بس دلوقتي عندنا اتصال، مفروض حد هيكلمنا نشوف مين. الو هاي. هلا والله. هاي غايس كيفك؟ هلا بالمهلي. كيفك غايس؟ تمام الحمد لله. شو الاخبار؟ والله تمام غايس. بس ناخد من وقتك ثاني بس نعرف الجمهور عليك. نحنا عم نحكي مع غيث مروان، one of the icons على الانستغرام. بدنا نقول له كوميديان. ما هقول فاينر هقول كوميديان. بيعمل فيديوهات هيك تفاعلية حلوة وفكاهية، وبيتفاعل معنا مع جمهوره. والحلو بغيث كمان وبيتفاعل مع الجميع، بيحاول طبعا قدر الامكان انه يرد على الكل، بس هو فعليا بيرد على الكل. غيث كيفك؟ تمام. حبيت المجاملات، حلو صراحه. غيث انا ما طلعتك على الهواء لتقول هيك. اوكي. عامل حاجه رمضان يا غيث؟ عامل حاجه رمضان يعني، عشان بشوفها على انستغرام كتير من الناس المؤثرين والمشهورين على السوشيال ميديا بيحبوا يعملوا في رمضان شغلات مختلفه، عشان الناس بتعرف معظمنا قاعد يضيع وقت الساعه اللي قبل الفطار مثلا على انستغرام، فبنقعد نتفرج على حاجات كتير سواء انت او غيرك بيعملوها. فعامل حاجه رمضان؟ عاملين، بس انا مش طالع بالشيء اللي عامله. يعني ما مثلا بنجيب ناس بنساعدهم مثلا كيسووا اسنانهم، نعمل لهم تشالنج، نطلع لهم سكاي دايف، نعمل لهم اشياء كثير يعني هيك جست فور فن. وعاملين كمان اشياء ثانيه بس كمان ما عم صورها. فهمت؟ طب لازم نطلع. وانت الفكره كلها ابتدت معاك من امتى او ايه اللي حصل وبقيت على انستغرام بتحب تعمل حاجات كتير فيها، حاجات بتضحك وحاجات الناس بتحب تتابعها في الانستغرام؟ والله شوف، هي اجت بالصدفه صراحه. صورت فيديو وحطيت هاشتاج واحد وشفت الناس حبوا الموضوع،
صرت اسوي فيديوهات يعني وكنت حسها بايخه بس الناس تعجبها فاستغربت يعني اول شيء بس كملت على الموضوع يعني ونجح. اه اوكي كل وبتختار على حسب الترندنج يعني دايما بتشوف ايه اللي الناس بتتكلم أيوة. عليه وتعمل يعني عليه يعني بالضبط يعني الترندنج هو دائما اللي بينشهر اكثر الناس اللي بتحضره اكثر اللي بتهتم فيه اكثر. طيب انت يعني عندنا سؤال في الحلقه النهارده بنتكلم عليه وهو السكن الشيرنج سواء طلابي او غيره مريت بتجربه زي دي يا غايس قبل كده في الفكره بتاعت السكن الشيرنج وهل كان ليك موقف مضحكه او حصل لك حاجات غريبه في الفتره دي؟ لا كسكن شيرنج ما بعرف ما برتاح ابدا انه يكون شيرنج صراحه يعني ممكن مع اصحابي ممكن بس ما بفضل ابدا انه يكون شيرنج ما بعرف هيك بحس ما برتاح. ما بترتاحش بتحب تعيش لوحدك او مع الاهل يعني. شنو تحس السلبيات بالموضوع يعني اذا كان عندك روم ميت او بفتره الجامعه كانت بالدورمز تحس اكو سلبيات بالموضوع؟ هلا لو كسلبيات بعتقد انه انا مثلا صار بحب صور فاذا مثلا بدي ارجع على البيت صور مثلا الشاب الثاني نايم اللي وطي صوتك لا هيك مش حينفع من ناحيه الشغل يعني طيب نشكرك السبب يعني هذا السبب الرئيسي اللي انا شايفه بالنسبه لي انه ممكن ما اسكن مع حدا. اوكي ده اللي بيكون صعب يعني عليك. هذا الشيء الوحيد اللي بحسه صعب اشي ثاني بعدين بالعكس يكون احلى انه يكون شيرينج واحد مثلا في له صاحبه عمل له نسكافيه على الصبح مش يعني حلو اهم شيء النسكافيه فعلا هاي بالاحلام بدك واحد يكون يعني من اعز واعز لا وهو المشكله انه اذا كان عن جد اعز من اصدقائك ولا رح يفكر يقوم يعمل لك نسكافيه انت زي ما قلت رح يكون العكس بالضبط هو انت عايز تتجوز زي مش عايز تتبيت لازم نتمنى لك التوفيق يا غايس ومتشكرين جدا على المكالمه الحلوه دي ورمضان كريم ثانك يو غايس ثانك يو طيب مكملين لسه بموضوعنا وكنا بنتكلم معاكي في الفضاء والقصص بتاعت الفضاء دي وقلت لنا على يعني انه في رحلات قريبه هتكون يعني لا غير رحلات الفضاء انا بتكلم عن رحلات لاصحاب الهمم المجانيه في عام زايد بنشكر الله يحفظهم قياداتنا كلها بالمبادرات الحلوه اللي بتتعمل وبتخلينا كلنا نشعر بقد ايه المجتمع ده فيه امان وقد ايه المجتمع ده فيه مبادرات حلوه صحيه بتساعد اكتر بشكل كبير على الترابط المجتمعي سواء من المقيمين والمواطنين في بلد الامارات بلدنا الحبيب. طيب عندك ايه تاني؟ هي الاخبار اللي عندي النهارده بس كنت اريد اقول انه احنا يعني مو بس خلال عام زايد او يعني الاعوام الثانيه همينه بدون ما يكون بها ثيم دائما نشوف مبادرات حلوه واشياء نسويها طبعا. مبادرات حلوه وجميله ومكملين بقول لكم باخبار الترندنج عندك اخبار ترندنج كتير النهارده صح؟ يس. طيب احنا عندنا بريك وهنرجع لكم تاني بفكركم بسؤال الحلقه هو السكن الشيرنج اخباره ايه معاكم مريتوا بتجارب مختلفه فيه ولا لا تقدروا تكلمونا على الارقام اللي بتظهر على الشاشه هنطلع بريك ونرجع تاني ف يلا بينا الله عليكم انتوا مستنيين اللقطه دي رجعنا لكم مشاهدينا على موعدنا شباب اللي معاده كل يوم من الساعه 6:30 للساعه 8 بتوقيت السعوديه مواضيع شبابيه وجديده وترندنج واخبار مختلفه عن الصحه والتكنولوجي وكل حاجه بنحب نرغي معاكم فيها زي ما اي شباب بيتقابلوا في اي مكان ويقعدوا يرغوا مع بعض ويدردشوا في المواضيع المعروفه شغل سفر سياحه ابديتس تكنولوجي بس دلوقتي هنكون مع الترندنج واخبار ريم اللي كلها جديد كده وبتقعد تجيبيها تنقبشي طول اليوم كده صح انت طب تجيب لنا اخبار ترندنج حلوه قول لنا النهارده معاكي اول خبر اليوم بدنا نحكي فيه عن ظهور ديانا حداد بمجموعه انسان مع الاعلامي الشهير علي العلياني نحن قلنا زمان ما شفنا ديانا حداد طالعه على الهواء او بمقابله او تقريبا ايه مده طويله ايه بما معناه يعني وفي فيديو لها كانت عم تحكي بشكل عام عن اعتناقها للإسلام ولما بعدت شوي عن أجواء الميديا أو الشهرة بعدين رجعت على مكانتها بعد بس طبعا هذا الحكي صار بعد ما انفصلت عن جوزها ففي سؤال كان مطروح إنه هل أنت تأثرتي أو تأثرت نجوميتك بعد انفصالك عن جوزك سهيل هو معروف على الصعيد العملي بالإعلام
فهي ردت كان جواب كتير دبلوماسي وكان كتير جيد، بس بنفس الوقت كان واضح وصريح. فالفيديو جاهز معنا؟ الفيديو جاهز. يلا شكرا. أنا آخر سنتين أو ثلاث سنين اشتغلت لحالي، يعني سهيل موجود ونحن مرتبطين كنا، وأنا كنت عم اشتغل لحالي وكل اللي أقرب مني بيعرفوا هذا الشيء. الفترة اللي انفصلنا فيها سبحان الله كان عندي حتى ظرف مرض والدي ووفاة والدي بنفس الفترة تقريبا السنتين، يعني بال 2009-2010 انطفيت. لا لو دليل انه انا انطفيت ما كنت انا معك موجود اليوم بهذا البرنامج الراقي والرائع. شفتوا جوابه؟ شفتوا جوابه شو كان دبلوماسي؟ لانه ما في عاده لا نجم ولا سيلبرتي نوع من ولا اي نوع من سيلبرتي ممكن يقبل انه هو يتوجه له كلمه انطفت او انطفيتي. هي كلمه كثير كبيره ممكن تجرح اي ايجو موجوده، بس هي رجعت قالت له وردت له بجواب جدا دبلوماسي بتكبيره هو كشخص وبهذا البرنامج الراقي. انا برايي كان جوابها دبلوماسي. شو رايكم انتم؟ صح 100%. انا حلو. بس عاده الناس يعني ما تصير لهم هاي المواقف انه يمرون بفتره تعب، بس مستحيل ينطفي. يعني اي واحد بمكانها كان جاوب نفس الجواب، لانه ما راح يحط حاله بموقف انه والله انا انطفيت او صرت ضعيف. بلس انا احس انه النجم لما خلاص يكون هو نجم وصل الى هذه المرحله مستحيل انه هو ينطفي. هو صح يختفي شوي بس اذا رجع بالضبط يمكن يرجع اقوى، واذا رجع الناس تتذكره 100% كنجم. بعدين ديانا حداد من الايقونات القديمه اللي موجوده بعالم الفن، وما لازم اصلا تتوجه لكلمه انطفيتي لانه هي انسانه جدا كبيره ومن اغانيها، وانا صراحه من محبين الاغاني تبع ديانا حداد. رح ننتقل للخبر الثاني. رح نحكي عن محمد صلاح. ايوه محمد صلاح. في فيديو شفته كان متردد عندي على السوشيال ميديا. طبعا السوشيال ميديا اخر كم يوم وما زالت لهلا عم تحكي بسيرجيو راموس ومحمد صلاح. فالفيديو مثل ما شايفين هلا شايفين انه هو بالمستشفى اي ثينك باول جلسه علاج طبيعي او فيزيوثيرابي، عم يعني مبتسم وعم يضحك. هي هو عم يتعالج كثير كثير حلو الفيديو. عفكرة ضحكته كتير حلوة. هو حليل لذيذ كتير. الفكرة كلها انا عايز اقولك بس شوية معلومات سريعة. هو يعني 100 مليون مصري بجانب كل محبين محمد صلاح من الوطن العربي كله تاني يوم بيدور على اي خبر يستنجد بيه او يوصل بيه انه محمد صلاح تعالج ولا لا، ايه اللي بيحصل او ايه الخبر بالزبط ورائي. الفكرة كلها انه في صفحات كتير فيك بتبتدي تستغل حاجه زي كده، يكتبوا بقى انه غياب محمد صلاح عن كاس العالم او محمد صلاح هيبقى كويس. الفكره كلها بقى انه هنا بيجي دور بقى مثلا وزير الرياضه في مصر اعلن سريعا على صفحته الرسميه انه تم التواصل ما بين الجهاز الفني المنتخب الوطني والجهاز الطبي لليفربول. وعرفوا ان محمد صلاح هياخد قد ايه وقت يرجع بعد 3 اسابيع. كان مكتوب انه هو عم يتعالج بس بعد اذن الله بيكون تحسن بعد 3 أسابيع. كان موجود هو بقى بعديها كمان نزل على السوشيال ميديا بتاعته أعلن أنا راجع في كأس العالم عشان محدش يقعد يتكلم. شفتي صورة كابتن ماجد اللي انت كنت بعتها لنا النهاردة؟ كابتن ماجد اتصاب. حسن حسن بعتها انه اتصاب كابتن ماجد قبل كأس العالم وقدر يرجع وقدر ياخد كأس العالم. تجي لحد صراحة يقدر ياخد كأس العالم. مصر ممكن تاخد كأس العالم. أنا مش حاجة بعيدة عن ربنا وعن الكورة بقول لك. أنا برأيي وبحب ضل بهذا التفاؤل، وإن شاء الله بيوم من الأيام شيء منتخب عربي يقدر يوصل وياخد كأس العالم. أنا برأيي هذا خبر كان كتير حلو وانبسطت لما شفت أنه هو بده 3 أسابيع. معلش حتى لو أنا كنت على هدول فيك أكاونت وعم بتفرج، طب أنا كمان من هدول الناس والجماهير اللي عم تطلع على برا وبدأت تستلم خبر ثالث خبر لليوم بدنا نحكي عن فاليري أبو شقراء للمرة الثانية على البرنامج. فاليري بالظاهر كان أول تجربة تمثيل لها هلأ برمضان، وبالظاهر أنه
عم تعمل كتير منيح بالرغم من المقاطع القليلة اللي عم تطلع فيها بالمسلسل الرمضاني، بس بالظاهر انه الاداء كتير قوي لدرجة انه رح تاخد بطولة مسلسل مع شركة انتاج، لهلأ ما اصلا اعلنوا عنها، بس فوريا بعد ما يخلص المسلسل تبعها برمضان. هي تاني ملكة جمال لبنانية بتطلع على ابواب التمثيل، وبظاهر عم بتبلش تفوت بنطاق كتير كبير وبقوة، لدرجة انه عم تاخد هلأ تبلش تاخد بطولات. هلأ انا بصراحة ماني عم تابع، فما عم شوف شو كيف اداءها او كيف عم تطلع على التلفزيون، بس نحنا هون والفريق بنتمنى لها كل التوفيق. انا بنظري هاي الانسانة كتير حلوة بتستاهل. حلو. والاداء التمثيلي يعني حلوه كشكل ولا حلوه كاداء تمثيلي؟ حلوه كشكل. طيب ما بس خلي بالك ده لا يعني بشكل يعني ولا ما كان لا عطوه يعني بطوله يعني. بس هو انا عجبني الاسم، انا اول مره اسمعه فاليري. لا هي صراحه جميله، وما اعتقد انه راح يعرضون عليها دور البطوله الا اذا كانت تستاهل تمثيل. مظبوط. سنينك انت في دور البطوله. انت هنشوفك بدور الدكتوره. هنشوفكم. لا ايه الادوار اللي تحبي تعمليها مها لو تعرض عليكي؟ لا ما احب امثل. مش عايز تمثلي؟ لا. يا حتى لو العرض المالي كبير افكر هنا على طول. افكر العرض المالي اغير رايي. وانت شهناز؟ لا مش عايز تمثلي؟ يا جماعه not my thing. ريم انا مش عايزه امثل عايز اغني كمان ولا عايزه اغني، بس اذا ممكن انطرح علي شيء ممكن اخذ شيء كوميدي. كوميدي؟ يس. لو انت نافهه. شو اسمها؟ نافهه. انت عكستها. نافهه مكملين لسه بترندنج. عندنا اخبار تانية مختلفه عندك؟ بصراحه هي اخباري لليوم ترندنج. بس انا عندي سؤال بصراحه. أيوه. شو رايكم بقصه فكره هي ملكات الجمال اللي عم يطلعوا على التمثيل؟ انتوا بتحبوا يعني مع او انا بالنسبه لي اذا كانت هي عندها الموهبه ليش لا؟ بالعكس يعني التلفزيون دائما يحب الوجه الجميل، خصوصا في التمثيل في ادوار تحتاج يعني بلس، انه مو بس عشان الجمال، الموهبه هي اساس، فاذا هي من الاساس عندها موهبه انا يعني مثل ما قلت اخر مره انه هم ورا مسابقه ملكات الجمال تبدي الاشياء اللي يشتغلون بها ما تكون محدده، فهي ممكن تاخذ المسيره اللي هي تناسبها ورا المسابقه، فاذا كانت في التمثيل انه طبعا ليش لا. بس انتم ما بتشوفوا انه مثلا هي صارت فكره انه هي صارت فانا بدي اصير مثلها مثلا؟ لا ممكن هي يعني كان في كومبيتيشن من البدايه، لانه اذا هي ما تعرف تمثل اكيد ما راح بالضبط من اول تتنافس ويا احد. سالمة جلتها ونوعت بشكل كبير الفتره الاخيره دي بسبب السوشيال ميديا بقى. أيوة. كلهم يعني بعد ما تكسب مثلا المركز الاول او الثاني والثالث تلاقي يجي لها متابعين، تبتدي تعمل ما يسمى بالكولابوريشن او اسمها ايه بالعربي اللي هو اتفاقيات مع البراندات ان هم يعملوا اعلانات مع بعض، تظهر هي في كواجهه ليهم او كبراند امباسادور سفير للعلامه. دي كلها بقت تبعد عنهم كان فكره التمثيل اللي كانوا بيلجؤوا لها الفتره الاخيره. عندنا بريك سريع ونرجع لكم تاني مع بدون كلام والمسابقه او اللعبه اللي بنلعبها كل يوم معاكم. افتكروا دايما سؤال الحلقه هو بنتكلم النهارده على السكن الشيرنج او اللي هو السكن الطلابي، السكن في الغربه مع افراد مريتوا بتجارب مختلفه ولا لا. كلمونا على الارقام الموجوده قدامكم على الشاشه. تقدروا تسمعونا على راديو الان اف ام، كمان تابعونا على اللايف في اليوتيوب قناتنا على اليوتيوب الان تي في. هنطلع بسرعه لفاصل ونرجع تاني. ف يلا بينا مشاهدينا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل السريع اللي شفناه دلوقتي، ولسه مكملين فقراتنا مع وعدنا شباب. موعدنا شباب هو برنامج ممكن تشوفوه في اي وقت من الساعه 6:30 للساعه 8 كل يوم بمواعيد السعوديه. كمان عندنا فقرات مختلفه متنوعه، وهي قعده شباب بنتكلم فيها في مواضيع شبابيه جدا زي المواضيع اللي بتدردشوا فيها في اوقات خروجكم مع بعض او بعد المذاكره. ما تتكلموش مع المذاكره او في الكافيه في المطاعم. في الكافيه احنا حاجه في الكافيه. ودلوقتي بقى في الفقره دي بيكون عندنا بدون كلام. بدون كلام بنلعب لعبه بدون كلام اللي مشهوره جدا بتمثيل الافلام، بس اسم الفيلم بنمثله احنا في دور الصامت لبعض ونشوف مين فينا اللي هيكسب من الفرقتين.
يعني المركز الاول لحد دلوقتي، مع اني يعني ولا ليها في الافلام ولا اي حاجه، ولا ليها في حاجه. اه الحمد لله احنا اللي. طب تبتدوا انتوا ولا احنا؟ لا انتوا. اوكي يلا انا جاهز. فيلم كلمه واحده. اصبع كلمه واحده. اه انت قلت كلمه. ماضي، خيال، مخ، ميت، اموات. مرض. الزهايمر. باي. اوكي اسمه الزهايمر، فيلم عادل امام. الفيلم كان جميل جدا وكانت فكرته رائعه، فالحمد لله كسبنا من اول مره على طول. دلوقتي مها وريم. الله يستر. عادي بالمصري بالمصري. يلا انتي. ادري انا ليش افكر ان شاء الله. فيلم كلمتين. روح. ما انا بكرهك، مش عايزك، ابعد، تساعدهم، سيبني، روح، مسافر، طيارة. هي بالمصري. ما بطيئك، بكرهك. ريحتك وحشة. ريحتك وحشة كده. روح. لو سمحت ما تمخلط عليها. سيبني. غور من وشي. في فيلم اسمه غور من وشي. عبير صبري. طب الكلمة الثانية. أنا. أنتي. هاي الكلمة الثانية. مصرية. الكلمة الثانية. أنتي. أنا وأنت. لا هي ما بتحبكيش. أنا مش بهمك. مش أيوة. متحبيني. مش طايقني. مش طايقاني. عايزاني أسيبك. لا نحاول تقسمين الكلمة. خلص الوقت وكسبنا. يلا عرفت فكك مني. فكك مني. ما راح تعرف. لا إن الكلمة بس شوفي لو قسمتي الكلمة. عن جد فكك. لا فك. فك أو فك أو فكك مني. أنت ركزتي مني وسبتي فكك. ده كان نفس الحركة. كان فيلم بطله مين أو مين بيمثل فيه؟ أوكي. فكك مني يعني انت فكك مني. مع اني تخيلت ان فيلم زهايمر كان هيبقى اصعب في تمثيله، يعني كنت حاسس ان انت مش هتجيبيها، بس على طول اوبا كسبنا على طول. مكملين لسه فقراتنا، وكنا بندردش من اول ما ابتدينا البرنامج النهارده عن الصحه، واتكلمنا على شويه مأكولات ظريفه جدا بتساعدك على تحافظي على صحتك، وقالت لنا كمان وعلى الرشاقه، ما على الرشاقه والطاقه والطاقه والمكسرات طاقه. ازاي مهمه المكسرات والمشروبات المختلفه الرمضانيه في بعض البلدان العربيه. في اصلا عادات وتقاليد رمضانيه مش بس في البلدان العربيه، يعني في برنامج بيعرض على قناه الان عندنا انه فين رمضان عامل ازاي في اندونيسيا او اندونيسيا او ماليزيا، او رمضان بين الشعوب بالظبط. شكرا حسن جدا ده انت حقي. فرمضان بين الشعوب بتقدروا تتفرجوا عليه على قناه الان، بيجيب عادات مختلفه لكل الشعوب اللي يعني حتى في سيدني في استراليا في المسلمين هناك بيصوموا وليهم عادات وتقاليد حلو مختلفه. حلو ان الواحد يطلع على ثقافات الشعوب وايش الاشياء خصوصا برمضان، يعني ايش بيسوونها بالظبط. وكمان عندنا ما تنسوش سؤال الحلقه النهارده، السكن شيرنج، تقدروا تتفاعلوا معانا عن طريق رقم التليفون السكن شيرنج، اذا كان مع طلاب او عايش مع ناس بتشتغل مثلا مغترب في دوله ما، مصري وعايش في السعوديه، مصري وعايش في الامارات، او اي من جنسيات عراقي وعايش في تونس او اي حته. يعني الشيرنج بيبقى عامل ازاي وبتمر فيه بتجارب بتحب ولا لا؟ يعني غيس كان بيكلمنا من شويه وقال ما بيحبوش خالص، ده طبعا في ناس ما بتبقاش قادره على هو قال ما يحب من ناحيه الشغل عشان انه اذا كان معاه احد في الغرفه. بس انا احب اقول انه في الجامعه لما كنت انا في الدورمز في السكن كان عندك الاختيار، ممكن تكون الغرفه لك لحالك او انك مع احد. انا بالنسبه لي اكيد كنت لحالي يعني، بس انه طبعا اكيد تشارك
بس مع السنين ما حبيتي انك تشاركي حدا من صديقاتك؟ ولا مره ما قدرت، لانه انا طبعي كذا عرفتي، ما اعرف يعني مكان النوم خلاص لي انا الحالي، اغراضي الحالي، بس انه انا اسكن مع احد ما اقدر. هتجوزي ازاي يا بنت؟ لا انا عقده نفسيه، انا ما اقدر، انا ما اتحمل. يعني اذكر مره شيء طريف، مره من المرات المسؤول عن السكن في هذيك الايام جاء قال انه خلاص صار النظام لازم احد يقعد معك بالغرفه، لانه مرات تصير فل، كان فل بالضبط، وانه لازم. فانا رحت عند الدكتور قلت له يا دكتور معليش انا طبعا كذبت وقتها، قلت له انا عندي حاله نفسيه، انا ممكن انجن وانا نايمه، ممكن اتكلم وانا نايمه، ما اقدر اني اجلس مع احد، والحمد لله سمع كلامي وما جلسني مع احد. لا هو شيرنج يحتاج، على فكره هي الفكره كلها، يعني انت على سكرك على ذكر موضوع الجواز، ما هو الجواز برضو بيكون فردين هيضطروا يشيروا مع بعض كل تفاصيل حياتهم. بس هي الفكرة انه انت هذا الشخص اللي وياك تعرفه او صديقك او تحبه او لا، يعني مرات بالجامعة تضطر تكون ويا احد غريب، بس اذا ويا صديق طبعا حيكون شيء حلو، بس احد غريب حيكون عنده عادات مختلفة غيرك واشياء يسويها غيرك، فما راح ترتاح. بس انا احس حتى مع صديق يعني مثلا مواعيد محاضراتكم غير، عرفتي؟ يعني مثلا هي تصحى انا اكون لسه نايمة، راح تزعجني، مو انها تزعجني بس يعني صوت المدري ايه صوت هذا، فانا ما اتحمل اسماء صعبة صراحة. هي لا هي بتحتاج طبعا لحد بيقدر يستحمل، وتحتاج انه يكون فردين عندهم تفهم. اللي هو سنس بالظبط، يبقى ما تعليش صوت حاجة، ما تعملش حاجة يعني تضايق الشريك اللي معاك. احنا لسه مكملين مشوارنا، عندنا السكتش بقى جاي اللي بنتفرج عليه يوميا، فهنطلع بريك سريعا ونرجع لكم تاني. تابعونا مشاهدينا في موعدنا شباب على قناة الان كل يوم توقيت صادم من 6:30 الساعة 8، فنروح بريك ونرجع مع السكتش. مكملين مشوارنا مع موعدنا شباب، وعندنا مواضيع مختلفة كل يوم بندردش ونناقشها مع بعض كشباب، وانتوا كمان كمستمعين شباب بتقدروا تتفاعلوا معنا عن طريق أرقام التليفونات أو كمان على السوشيال ميديا الآن تي في. تتفاعلوا تنفجر. تتفاعلوا. لا الملوخية اليوم مالها تتفاعلوا؟ مش عاجباكي ولا ايه؟ بالظبط معاك اليوم زي الجرنان. مالها تتفاعلوا؟ زي الجرنان. ماشي انا هوريهم في البريك، بس خلينا نطلع دلوقتي نشوف السكتش او الفيديو الاولاني، هو مقسم لجزئين، بنتفرج على مشهد تمثيلي سريع بيكون وراه قصه، بنطلع من الجزء الاولاني نحلله شويه وبعد كده نرجع نتفرج على الجزء الثاني. فلو هو جاهز يلا بينا. يلا بينا. يا مساء الفل يا ست الكل. مساء الخير يا حبيبي. انت ايه اللي اخرك كده؟ والله انا تعبان يا حبيبتي، انا تعبان طول النهار قاعد الف على عدادات واشوف عدادات. معلش يا حبيبي معلش. والله شكلك ميت من التعب، ارتاح كده شويه عقبال ما اعمل لك لقمه. انت عامله اكل؟ يا حبيبي. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ انا مش هلحق اقعد اكل كمان. اني مش هتلحق تقعد تاكل؟ انا هنزل على طول عشان عندي مشوار تاني من الشغل. يخرب بيت الشغلانه السودا. طب اقول لك على حاجه، ما تشوف حد كده من الشركه ينقلك من شغلانه المحصل دي لاي حاجه كده اداريه جوه الشركه. لساني ناشف اقسم بالله. خلاص هكلم سيد اخويا يشوف لك شغلانه. والله الراجل ده انا مقصر معاه وش منه في الارض. كلميه بالله عليكي قولي له شوف لنا اي مصلحه. ما تقلقش يا حبيبي والله كل حاجه هتبقى كويسه، ارتاح لك بس والنبي شويه. يا استاذ حسني انا بعمل اللي عليا وربنا اللي عالم. سامي مش قد الشغلانه يا بابا، استقيل منها. استقيل ازاي بس؟ هو في حد لاقي شغل اليومين دول؟ ده انا لسه شغاله. طب اعمل ايه؟ انزل الف مكانك انت اللي بتضيع يوم على كام منطقه؟ يعني هم كام منطقه دول شويه؟ ده انا كعوب رجلي لابت من كتر اللف اقسم بالله. يا ابني انت في شغلانه الف مين غيرك يتمناها؟ ما انا اموت واعرف على ايه؟ اموت واعرف على ايه؟ هي نفس ما هي بس كلها لف ودوران وانا مش قادر. معلش انت لسه جديد في الشغلانه دي. لسه جديد؟ طب ما توعيني رسيني، يعني قول لي اعمل ايه عشان اكون كفء واشتغل وما تعبش كده. طب هو انا ينفع النهارده يعني بعد اذنك اكمل بقيه الشغل اداريات؟ ما نزلش حصل، والله العظيم تعبان. والله العظيم انا حبيتك، والله العظيم حبيتك يا اخي. وقايل كل دوت
امضي هنا نص يوم وملكش دعوه انا هكتب لك كل حاجه. وعهد الله امضي لي نص يوم مرضي. انا لسه متعين وعنديش اجازات يا ابني. انت من الناس الموظفين بتوعي فانا لازم اهتم. لازم تبقى شغال كده وفايق. امضي. والله يا ريت الناس كلها زيك حبيبي. يا ريت الناس كلها زيك. بقول لك ايه، قوم روح انت دلوقتي بس ما تنساش. ايه؟ بكره تخلص شغلك وتيجي تقعد معايا، كلام كتير لازم افهمه لك. ده انا اتشرف، اقسم بالله هتشرف. شكرا يا استاذ حسني. انا سبت الشغل. ولا يهمك يا حبيبي ولا يهمك. بس هو في حاجه حصلت ولا انت؟ لا 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 لا، مفيش حاجه حصلت. المشكله عندي انا مش عارف اوازن ما بين الشغل بتاع الصبح وشغل بالليل. المحل بتلخبط في الحسابات وفلوس الكهرباء ممكن اتحبس فيها، فكان لازم اخد راحه. احتمال ارجع تاني بس مفيش مشكله، ما تقلقيش. معلش يا حبيبي معلش، انت محتاج ترتاح لك شويه. انا كل اللي عاتل همه بس فلوس الجمعيات، هنعمل فيها ايه؟ باذن الله ربنا هيفرجها. مرتبي على مرتبك مش هيقضي غير اكلنا وشربنا. والله ما كان ليها لازمه ان احنا ندخل في كل الجمعيات دي وزنقه الفلوس، ما كان ليها لازمه. طب والعمليه بتاعتك هنعملها ازاي يا حبيبي؟ عادي، ما انا ممكن امشي يعني بالدواء، ما كانش لازمه كل الفلوس اللي احنا دفعناها دي. انت عبيطه؟ ازاي اشوفك تعبانه و... ما تصرفش حبيبي؟ ربنا يخليك ليا. ربنا يخليك ليا انت. كملي انت بقى نومك ويا ريت تكملي جوه، انا هقعد هنا اخد وقت مع نفسي. ماشي يا حبيبي. بصي بقى يا سيدي، الكلام اللي هقوله لك هنا ما يطلعش ولا موظف بره. عارف ليه؟ عشان لو قلتها لحد مش هيصدقك. طيب بصي يا سيدي بقى الملفات دي، احنا هنا كده بيبقى في عندنا بعض الشغلانات اللي اقل حاجه فيها محصل اللي هو انت. في ناس هنا بقى معينه هتلاقيها قدامك اصحاب محلات ومطاعم، انت بتروح تقرا العدادات بتاعتهم. العدادات دي بتبقى قرايتها بالالافات وزياده قوي، وانت بس تسجل في الدفتر الزياده دي. بس كل ما تسجلها اقل الفلوس اللي طالعه بتبقى ليك. انا خد بالك هبعتك للمطاعم دي مطعم مطعم، وهقول لك على كل الناس اللي بتعملها عشان دي بتعملش مع اي حد، وانا هظبطك معهم والنسبه هتبقى ما بيننا بعدين. نسبه ايه دي؟ كده سرقه. سرقه ايه؟ حسن ملفظك يا استاذ. انت كده يا حبيبي ما تتفاجئش كده وتعمل لي موضوع. يا البلد ديت في حد فيها بيعيش بمرتبه اصلا؟ طب ما هو كده دي سرقه وحرام، ما ينفعش نسرقها قوي كده. مش فاهم. خلاص بقى نعمل زيك واقعد ما بين الشغلانتين، وما اقدرش اشتغل الاثنين مع بعض. استاذ حسني انا مش موافق، انا ما اقدرش ابيع ضميري. براحتك، بس اسمعني كده في اخر حاجه ممكن اقولها لك. انت لسه جديد في الوظيفه دي، والتقارير اللي قدامي دي بتاعه الشهر بتاعك، انا ممكن اكتب فيها بخط صغير قوي كده وغير كل حاجه. يا باشا اعمل اللي تعمله. انا عايزك بس تفكر في كلامي. فكر في كلامك كده والورق. روح اسال مراتك يا اخي، مش ممكن تقول لك وادير لك على الصحه. استاذ حسين قال لي المحلات والمطاعم اللي بعد عليها ممكن اظبط معاهم الفواتير، يعني اغير في العداد بحيث بقى هم ايه يساعدوني، وهم مثلا يظبطوا معايا الفلوس، يدوني حاجه كده بسيطه امشي بيها حالي واشيل معاك البيت والدنيا بتاعتها تتغير. وانت قلت له ايه يا سامي؟ انا ما وافقتش. انا بالنسبه لي ما وافقتش. قلت له وما دام ما وافقتش بتفكر ليه وشاغل بالك بانك ترد عليه ليه؟ ما كنت تكلمه تقول له خلاص انا مش موافق ونهيت مع الحوار. هو انت عاجبك حالنا يعني بالمنظر اللي احنا فيه ده؟ ماله حالنا؟ ما احنا مستورين والحمد لله. ما تتبطرش على النعمه يا سامي. ما تبطرش ايه؟ انا تعبت خلاص قرفت يا سيدي. استهدى بالله، ربنا ما بينساش عباده. ايه ده بس كده؟ سيبيني ادينا فرصه نفكر. نفكر في ايه؟ ما ينفعش. رجعنا بعد السكتش الاولاني اللي شفناه من الفيديو. دلوقتي عندنا كذا شخصيه ظهرت، والمشكله واضحه وصريحه ان هو بيعاني شويه من ضائقه ماليه، وفي الشغل جات له فرصه ان هو ممكن يزود دخله بس بطريقه غير شرعيه، لانه تعب من شغلانتين ومش عارف يوفق ما بينهم اصلا ولا يعملهم. الفكره كلها انه مراته كمان ظهرت. كنا ممكن نتخيل ان مراته تكون بتشجع على حاجه زي كده. بتجنن مراته. كان انسانه هنيه. تفتكروا اللي هي الممثله الثانيه اللي كانت بتطلع في السكتشات اللي فاتت كانت ممكن تبقى تقول له يلا يلا بينا؟ تقول له يلا بينا. لكن المره دي جاب واحده شكلها طيب كده حبابه. لكن يعمل ايه؟
يعني اكيد كلنا هنبقى يصبر. بنقول الاجابه الصحيحه واللي هي يصبر. بتاعت انه طب ومديره لو حطيتي مكان نفسك مكان مديره يضغط عليه بيضغط عليه بالظبط بانه فكره انه يا اما كده يا اما هكتب فيك تقرير وحش وانت لسه من رب العالمين بالضبط ارجع بعيد الرزق من رب العالمين ليش لفوت بالحرام انا اذا ما كان ممكن اروح الواحد اعلى من مديري ممكن انه مسؤول اكثر واقول له على المشكله انه ايش دا يصير او انه المدير ممكن دا يهددني او يريد يسوي تقرير أو سيء عني مثلا اي مزبوط او انه يلاقي له غير شغل يعني ممكن يدور على شيء ثاني بدل الشغلانتين لو ما كناش اتفرجنا على يعني كان نفسي مثلا السكتش يبقى متقسم نصين النص اللي هو قبل ما مراته تظهر او يشوف رايها كنا هنقعد نقول هتوافق مش هتوافق بس احنا عرفنا انها مش موافقه بس تعالوا نشوف هيحصل ايه بقى في الجزء الثاني من الفيديو يلا بينا هذه يلا بينا بسرعة مفيش حمد لله على السلامة هقوم احضر لك الأكل خليكي أنا عايز أتكلم معاكي اهدي يا منار اهدي خير وأنا ممكن آخد النضارة دي خير يا سامي عايز إيه عندي ليك خبر حلو بص أنا عارف إنك أنت زعلانة ومتضايقة بس يعني استحمليني دقيقتين دول هقول لك على خبر مفاجأة فاجأة إيه جوزك يا هانم النهارده خد تقرير ان هو انظف واحسن موظف في الشركه من الاستاذ حسني بعد ما رفضت الطلب بتاعه زي ما انت ما قلتي ايه ده يعني انت لما رفضت هو عمل كده ايوه ودلوقتي يا استاذه حضرتك قاعده مع الاستاذ سامي عز الدين يا لا والله رئيس الشؤون الاداريه ومش بمزاجي دي اراده ربنا سبحان الله والله ربنا قادر على كل شيء الحمد لله يا رب الحمد لله انا مش عايز تكون زعلانه مني انا اسف اللي عملته غلط بس في نفس الوقت ربنا هو حلها نقلني من الحته اللي كنت فيها لحته ثانيه حبيبي والله العظيم ولا زعلانه ولا اي حاجه تكفر. طب ما تمد الوقت ده صح بقى لو بتحبيني يعني لا دول عيال اخبيه ايه اخبيه اخبيه تضحكي تضحكي ما انت بتضحكي الناس قدامك او تبتسمي في وشهم ما يبقاش حاجه كده رجعنا لكم بعد السكتش والجزء الثاني بقى منه ما كناش متوقعين خلاص ان يطلع اختبار من المدير الفكره مرعبه برضو انه ما ينفعش تختبر حد بالفكره دي لانه بس يعني انا في مره في انترفيو حصل لي اختبار سريع يعني كنت مره في انترفيو كان جنبي واحد عمال يحاول يعصبني وكنا في انترفيو فيها كذا حد وعمال يحاول يضايقني وعمال يحاول يعصبني وانا يعني كنت على وشك ان انا اتعصب فعلا منه بس كنت عمال ايه كبر دماغك انت هتشوفه فين تاني عمال بقى اقول لنفسي كده وطلع ان هو جزء من انترفيو ان هم حاطين حد يستفزك ويشوفوا تفاعلك لانها كانت في وظيفه الكاستمر سيرفيس فكانوا عاملين الفكره دي انه هيشوفوا تفاعلك او انت بتعصب بسرعه ازاي مع العملاء ولا لا ففكره الاختبار بتبقى ظريفه زي ناس كتير بتقدم في شغلانات بيكون فيها انك هتبقى مسؤول عن فلوس فيعملوا لك اختبار كده سريع عشان يشوفوا انت هتسرق ولا لا فهو عمل مع الاختبار ده بس كان برضو مع يعني الفكره كلها انه ما اعرفش هل ده يجوز ان يعني او ينفع حد يعمل حد اختبار زي ده ويشوف يعني هو طريقته كانت شويه اكستريم انه كانه ده يقول لانه انت حتسرق من الشركه فلوس ولانه هو واحد مزنوق مثل ما قالوا انه كان ممكن يقبل فهو اخذها بالحاله اللي هو بيها كان ممكن يقبل فما كان المفروض يسوي التست بهاي المرحله وكان اكستريم طبعا مراته يعني قعدت صبرته وكان دورها حلو ان هي كان دورها كتير حلو يعني عن جد دور المراه المثاليه المساند اللي بتعرف كيف تساند جوزها وتكون سند له وتودي صح او غلط وتودي صح او غلط برغم ان كتير من الافلام بيطلع ان الست مثلا بيطلعوها بس هذه السينما الرجوليه دائما بدها تشوه صوره المراه خلاص اصلا خلاص معروف خلاص المراه هي اللي يعني اللي بتبني الرجال مو كفايه العالم والحياه الرجوليه
مين؟ ما في رجاله وحشين ورجاله كويسين وفي ستات وحشين وفي ستات كويسين. الاغلب وحشين. مين؟ الرجاله؟ ترجع على الكاميرا. صريحه بزياده. طب وانت كنت متوقع ان هو يبقى في مفاجاه كده ان المدير يبقى عامل اختبار؟ لا المدير صراحه يعني توقعت ان هو فاجئنا احنا فعليا ده يسوي هاي الحركه انه يريد يسرق. بس مرتا اللي انصدمت منها لانه دائما بنشوف السكتشات بدها تكون المراه بالدور الخبيث. فهي ما شجعت على هذا الشيء وطبعا اثر على نفسيتها وخلاها يختار القرار الصح. طب هو لو كان اختار ان هو ماشي هعمل معاك كده كان ممكن كان يبرر اترفض موقفه. ايوه بس كان هيقول له انت مديري وجيت اصريت عليا ان اعمل حاجه زي كده. لا بس ستيل يعني المدير ما راح يرضى باي بالضبط. راح انه بالعكس انا قاعد اختبرك عشان اشوف اخلاقياتك. هل انت راح تقدر تتمسك بمبادئك وبالاخلاق او ان انت يعني تسحب عليهم بايعها؟ هي صعبة يعني ستيل فيها فكرة انه فيها ضغط. انا مدير الواحد في اي شغل بيبقى مديره بيطلب منه حاجات طبعا مش اي حاجة بينفذها يعني كانت سرقة او يعني اي طلب غير شرعي يعني. بس هي الفكرة كلها انه الواحد بيبقى خلاص انا مع مديره بيديني واجبات لازم اعملها تاسكس لازم اعملها. لا اوكي واجبات تختص بالعمل في يعني في خدمة العمل او في مجال العمل اوكي. بس واجبات تخليني او اوامر تخليني اغير الفاتير. اغير مبادئي اغير تفكيري اغير وجهه نظري أخلاقي. بالحياه اخلاقي لا طبعا الرزق في النهايه بيد رب العالمين يعني حتى لو طلع ولو كان المدير فعلا كان صادق في النهايه الرزق عند ربي يعني صح. يعني بشكل كبير ده ممكن يبقى موضوع لحلقه من عندنا نتكلم على العلاقات مع المدير ازاي بتتم مثلا ضغوطات معينه هل بتقبل بيها ولا لا وايه مشاكلكم مع مديرينكم. ممكن تطلعوا تتكلموا معانا على ارقام التليفونات من غير ذكر اسماء وتقولوا اي مشاكل من حقكم وندردش في الموضوع ده على طبعا قناه الان وعلى موعدنا شباب. واحنا لسه مكملين في موعدنا شباب كل يوم من 6:30 للساعه 8 وكنا بندردش في الصحه واتكلمنا في التكنولوجيا واتكلمنا على التريندنج واتكلمنا على اخبار مختلفه واتكلمنا على بدون كلام لعبناها معاكم والحمد لله كسبنا اول مره النهارده انا وريم. لسه هنشوف بكره ايه اللي هيحصل. عندنا مسابقات والعاب ثانيه هنلعبها في حلقتنا موعدنا شباب زي ما بتبقوا قاعدين في اي مكان شبابي بترجوا تبتدوا انتوا بتتفرجوا علينا برضو هتحسوا ان انتوا صحابنا وقاعدين معانا وندردش معاكم وندردشوا معانا. ارقام التليفونات تقدروا تتابعونا كمان صح على السوشيال ميديا الان تي في فيسبوك وانستغرام ويوتيوب وتقدروا تشوفونا لايف وتسمعونا على الراديو لو بتسمعونا على الراديو دلوقتي كل مكان موجودين بالضبط هتلاقونا ما في عذر. ايه حلاوتكم. طيب في حاجه لسه كنت واحنا في البريك قريتها انه في فندق في اليابان بيعتذر لنزلائه عن ان هو هيضطر الساعه 4 صباحا يفصل الانترنت لمده دقيقه بس عشان شويه اصلاحات. دقيقه والرابعه صباحا من جد يعني هو ممكن يبقاش حد يستخدم الانترنت ساعتها بس هم بعتوا لكل النزلاء العذر ده. في نفس الوقت كان برضو في او من اسبوع كده نزل خبر عن اليابان انه بيبعتوا اعتذار لكل اللي ركبوا في رحله القطر اتاخر حوالي دقيقه عن ميعاده او جه وصل بدري دقيقه حاجه كده يعني. فنفس الفكره اليابان واخده الموضوع ده ترند قوي او تحس ان هو لا موضوع اخلاقي اخلاقي بس يعني دقيقه ودي هتفصل الانترنت هم بالنسبه لهم الدقيقه يعني محسوبه بالنسبه لهم الدقيقه محسوبه. بلد منظمه كلها عباره عن نظام يعني انت مش شايفه انها لا اكستريم لا بالعكس تتعود كيف تنظم حياتك تفصل الانترنت دقيقه للاصلاحات حتى الدقيقه حتى الدقيقه ما بتعرف في ناس عم تشتغل الساعة 4 الصبح ممكن هاي الدقيقة تفصل لهم كتير شغلات عن الانترنت. في ناس سهرانة عندها شغل عندها بزنس حدا عم يحكي على مكالمة مثلا بزنس فون كول على اي نوع من او يكون عندهم ديدلاين يعني ساعة معينة هو لازم يسلم شيء بالضبط. هاي الدقيقة والله هاي الدقيقة بتعمل بلاوي بتعمل بلاوي يعني ماشي عندك حق لو كانت مكالمه مهمه بس انا هرجع اقول لك دقيقه وهتقطع وترجع تتكلم تاني يعني مش هيحصل الازمه. انا مع ان هو احترام الوقت يعني مش هطلع انا اللي بحب تضييع الوقت بس هي الفكره كلها ان انا بتكلم انه لو هفوات بسيطه مش الدرجات بس يعني. ممكن موضوع اللي انت قلت قطار اتاخر دقيقه هاي ممكن السكك مع القطار الدقيقه طبعا هتفرق يعني ممكن قطار لا هم طبعا العمليه منظمه بشكل ثانيه هتفرق فاكيد لازم يعتذروا هم اصلا بشكل عام يعني اليابان شعب مره دقيق يعني حتى المحلات شفتوا كوكب اليابان يكتبون المحل مثلا بيفتح 10 ودقيقه صباحا ودقيقه يعني او دقيقتين يعني كل شيء عندهم منظم
بيقولوا لي كوكب اليابان انه هو نوع ثاني عالم ثاني من يعني حتى الاطفال بمدارس اليابان بالضبط ما بتتعامل على هاي الاساس. صحيح. بنشكركم مشاهدينا وكنتوا مع موعدنا شباب كل يوم في ميعادنا من الساعه 6:30 للساعه 8 هتلاقونا بتوقيت السعوديه وبنتكلم في مواضيع شبابيه مختلفه. دلوقتي هنسيبكم وتهنوا بقيه يومكم ان شاء الله ويكون يوم سعيد. هنطلع ننهي البرنامج مش هنطلع بريك. فنشوفكم بكره في نفس الميعاد. شكرا ومع السلامه ويلا بينا. باي باي.